السؤال الثاني، إذا مات قريب وعليه دين، لحديث صلوا على صاحبكم، فلو مات قريب وعليه دين وأنا علمت أن هذا الدين لتفريط منه ومع ضعف من الصلاة، هل أنت نعم الصلاة عليه لهذا الأمر؟ السؤال الأول متعلق بمن ترك دينا والنبي قال صلوا على صاحبكم، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أول الإسلام قبل يفتح الله عليه، وحين فتح الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وما امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على بعض أهل الكبائر، فهذا لمجرد ردعهم، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن بالصلاة عليهم، ولذلك استحب أهل العلم أن يدع أهل الفضل والمكانة الصلاة على بعض المشهورين بالفسق والضلال، ليكون هذا زاجرا للمسلمين عن الوقوع في مثل ذنوبهم. يقول المكان اللهم اعطي منفقا خلفا ومسكا تلفا، هل هو مصوب في امور الخير والصدقه؟ واما حديث اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا، فهذا في الصدقات التي يبذلها الإنسان، فما من يوم يصبح فيها العباد إلا وينزل ملكان يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، فيستحب الإنفاق في وجوه الخير من مال أو طعام أو كسوة أو غير ذلك مما ينتفع فيه الفقراء، والله جل وعلا يقول ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يخلفه في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالثواب الجزيل والأجر العظيم، وعلى قدر الحاجة يعظم أجر النفقة، أعظم أجر النفقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يستحب المسلم يتصدق ولو بشيء يسير، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها، لا تحقرن المرأة يعني صدقة لجارتها، بل تتصدق بكل شيء ولو فرسنا شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والصدقة برهان، أي برهان على إيمان صاحبها ودلالة على قوة نفسه وحب للخير، والله جل وعلا يقول الذين ينفقون أموالا بالليل والنهار، والله جل وعلا يقول الذين ينفقون أموالا بالليل والنهار وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وبقدر ما ينفق العبد بقدر ما يخلف الله عليه نفقته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي ابن آدم أنفق أنفق عليك، ابن آدم أنفق أنفق عليك، والله جل وعلا قلنا هذا لرزقنا ما له من نفاد. والآخر يطع اللهم أعطي، والآخر يطع اللهم أعطي ممسكا تلفا، المقصود بالممسك عما أوجب الله عليه، المقصود بالممسك أي عما أوجب الله عليه، سواء أمسك عن الزكاة هذا الملائكة يدعون عليه، أو أمسك عن الإنفاق على الأولاد أو الزوجة
ومن تجب عليه نفقته، فإن الملائكة يدعون على هذا، اللهم أعطي ممسكا تلفا، أي تلفا لماله حيث يعرف قدر المال. وكذلك كما قال بعض الصحابة، ليس المؤمن الذي يأكل وجاره جائع، من عنده مال ولو جار جائع يجب عليه ينفق عليه، عنده مال ولو جار جائع يجب عليه ينفق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، ومن ذا قال ولا يخذله، وتركه يصارع الجوع هذا من الخذلان، بل من أعظم أنواع الخذلان. نعم.